أوصى مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي في هيئات وشركات القطاع العام الذي عقدته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وأكاديمية الدراسات الاقتصادية والمالية بفندق الجراند هوليداي فيلا في ختام فعاليته بالاهتمام بنشر ثقافة الحوكمة في كل القطاعات الحكومية وضرورة تطوير المراجعين لكبح الفساد مع تقييم تجربة الخصخصة في القطاع العام. ودعا المؤتمر إلى التركيز على حوكمة مجالس الإدارات كرقيبة للأداء وآلية من الآليات الفاعلة في تطبيق مفهوم الحوكمة بما يضمن المزيد من الضبط والشفافية والاستغلال الأمثل للموارد بهدف تعظيم عائداتها لزيادة إيرادات الدولة. في ذات السياق، أكد مدير عام الهيئات والشركات الحكومية بوزارة المالية عمر فرج الله أهمية الحوكمة والضبط المؤسسي في تعزيز الانضباط المالي والإداري في قطاع هيئات وشركات القطاع العام بما يضمن إعمال نظم الرقابة والشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها. استفدنا من هذا المؤتمر الذي تطرق لمسألة الحوكمة في الشركات، يتكلم عن مبادئها وعن أشراطها والقوانين التي تحكم الحوكمة والاستفادة كيف نستفيد من مبادئ الحوكمة ونطبقها على هيئات القطاع العام لتعزيز دور الشركات وهيئات القطاع العام لتعزيز الإيرادات وتقديم الخدمات اللازمة وفق الضبط المؤسسي بالقوانين والمعايير التي تحكم الضبط المؤسسي والحوكمة التي بدأ الاهتمام بها من العام 2002 أو 2001-2002 إبان الانهيار الذي حدث في الدول الغربية نتيجة الأزمة المالية، فكان انتبه الناس لابد من الحوكمة حتى يحافظ أصحاب الشركات وأصحاب الأموال والمساهمين لو كانوا في القطاع العام أو في القطاع الخاص على رؤوس أموالهم. وقال عدد من الخبراء والمختصين إن تطبيق الحوكمة من خلال آلياتها المختلفة من شأنه منع حدوث الأزمات المالية والإدارية داخل الهيئات والشركات الحكومية عبر مجموعة من الأدوات أبرزها الشفافية. يعني كما شهدتم كنا في مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي بالنسبة لهيئات وشركات القطاع العام. هذا المؤتمر جاء بمبادرة من مؤسسة ظلال للتدريب والاستشارات والخدمات الإعلامية. الهدف من المؤتمر حقيقة أنه ليخدم الأهداف الكلية تحت الدولة. نحن الآن يعني في إطار برنامج إصلاح الدولة والبرنامج الخماسي للدولة وحركة التغيير اللي بتحدث الآن بالنسبة في كل الأداء الاقتصادي. يعتبر المؤتمر بالنسبة لنا مؤتمر مهم جدا. نحن من زمن نسعى لأنه نحن نأكد ونأطر للحاكمية في العمل الاقتصادي والعمل المالي ويعني لضمان تنفيذ الخطط الاقتصادية للدولة بما يحقق أهداف الاستراتيجية ويضمن ولاية وزارة المالية على المال العام ويحقق لنا الأهداف المرجوة للمجتمع ككل، التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. يمكن يعني من رؤيتنا أو من فهمنا للبرنامج بتاع الحوكمة ده كان برنامج أو مؤتمر ناجح أو ورشة ناجحة جدا جدا من حيث أوراق العمل قدمت ومن حيث النقاش الدار والتوصيات الصدرت بحكم أننا نحن في المقام الأول مراجعة داخلية. وتعمل الحكومة على تطبيق نظم الحوكمة في الهيئات والمؤسسات التابعة بهدف ضبط العمل المالي والإداري وتعظيم العائد وفق الحوكمة التي تعمل بها المؤسسات والشركات في العالم. أهمية الحوكمة والضبط المؤسسي في تعزيز الانضباط المالي والإداري في قطاع هيئات وشركات القطاع العام. كان هذا عنوان مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي الذي عقدته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتحقيق أعلى درجة من الالتزام بالقوانين واللوائح المالية والمحاسبية. بيتم عرض أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية، وده ميكانيزم معروف في تأسيس الشركات المساهمة العامة. يعني دي تقريبا الملاحظتين القيلت خلال الحديث عن المواضيع اللي أنا تحدثت فيها. فيما يتعلق بتفضل ما تفضل بذكر السيد الرئيس، حقيقة
أنا سعدت جدا والله أول حاجة للكم المعرفي الهائل الموجود في هذا المنتدى، سواء كان من خلال الرموز تم اختيارهم وقدموا الأوراق، أو من خلال التداول الذين أضافوا الكثير من المعلومات من خلال التداول بتاع الإخوة الحضور. وأوصى المؤتمر بتنزيل مفهوم الحوكمة إلى أرض الواقع وإنفاذ البنود المتفق عليها في توجيه الموارد لمستحقيها، بما يحقق أهداف الهيئة المحددة حسب مجالها وفق منهج إصلاحي ضمن برنامج إصلاح الدولة، وتعريف وتوصيف الشركات والمؤسسات وإعادة هيكلتها، وتطوير وتفعيل التشريعات التي تختص بالحوكمة وتحسين دور المراجع العام. من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتنظيم من مؤسسة ظلال التدريب والاستشارات والخدمات الإعلامية انعقد بفندق الجراند هوليدي فيلا بالخرطوم في يومي 26-27 مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي في هيئات وشركات القطاع العام، وبمشاركة فاعلة لعدد 39 من المسؤولين والمختصين من الجهات المعنية. ويمثل مؤتمر الحوكمة والضبط المؤسسي أحد الآليات التي تهدف لتجويد أداء المؤسسات والهيئات، بما يؤدي لتعظيم العائد الملموس في نتائج الأعمال السنوية، ويحقق كفاءة عمليات التشغيل بالهيئات للإصلاح الاقتصادي بالدولة، بما يقلل الآثار السالبة لضعف الأداء والاعتماد على الدعم الحكومي. ولمزيد من التفاصيل أرحب بضيفي من الخرطوم الخبير في حوكمة الشركات الدكتور محمد مصطفى عدوي، أهلا بك. في البدء أود أن لمصلحة المشاهد الكريم أود أن تعرف المشاهد الكريم بمفهوم الحوكمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحوكمة مفهوم كبير والناس كلها مختلفة على التعريف بتاع الحوكمة وشايفين أنه تعريف صعب، عشان كده أنا حابدأ بأنه أول حاجة أعمل تعريف وتوصيف للشركات نفسها. الشركات هي أصلا أنشئت بين شركاء لتحقيق مصلحة مشتركة، فتبقى أنه الشركة في النهاية لازم إذا فشلت في أنها تحقق هذه المصلحة المشتركة للشركاء الذين تشاركوا تبقى أن هي الشركة هي فشلت. فبعد التوصيف الثاني اللي بيحصل للشركة إنه الشركة المؤسسين هم الملاك أو أصحاب رأس المال، بيقوم بتكون في وكالة لأعضاء مجلس الإدارة عشان يديروا الشركة بالنيابة عنهم. أعضاء مجلس الإدارة بيقوموا بتعيين الإدارة التنفيذية المدير العام وباقي المؤسسات. فهذا هو توصيف للشركة. الشركة فيها ثلاثة مستويات، في المستوى الأول بتاع المساهمين، المستوى الثاني هو مجالس الإدارة، المستوى الثالث هي الإدارة التنفيذية. طيب تبقى حوكمة الشركات هي نظام متعارف عليه يساعد في توجيه ومراقبة أداء الشركات. يعني يبقى إنه حوكمة الشركات عندها هدفين، أول حاجة توجيه أداء الشركة ومراقبة أداء الشركة. نعم. طيب ما هي أهم مرتكزات الحوكمة وكيف يتم تعميمها على المؤسسات وما هي آليات التنفيذ؟ المبادئ الأساسية للحوكمة هي مبنية على أنه أربع مبادئ أساسية، أنه المفروض تكون في عدالة، عدالة في القوانين وفي عدالة في التشريعات، بحيث أنها تحوكم وتحفظ حقوق كل المستويات التي ذكرتها، المستويات الأفقية اللي هم المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وأيضا الشفافية. فلازم يكون في إفصاح، الشركة تفصح عن كل المكونات وعن أدائها وعن الهيكل وعن الربحية وعن السيولة، ويجب أن تكون هناك مبدأ أساسي وهو مبدأ المسؤولية. كل المنتدبين في الشركة من مجلس إدارة والإدارة هم معنيين وهم مسؤولون عن أداء الشركة. وآخر محور هو محور المساءلة. لو أنت مسؤول معناه أنت مفروض تكون مساءل، ومفروض يتم تقييمك على أساس الأداء بتاعك والذي يجب أن ينعكس في أداء طيب للشركة. نعم. طيب دكتور، قد يتبدى هنالك سؤال يعني عن أهمية قيام هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات. طبعا حوكمة الشركات، الشركات هي طبعا ثلاثة أنواع. في شركات المساهمة العامة وهي الشركات التي تكون مدرجة في سوق الأوراق المالية، وفي الشركات العائلية، وفي شركات الحكومية. الحوكمة هي ليست هي فرض كفاية، هي فرض عين على كل هذه المؤسسات، أي نوع من الشركات مفروض يكون في حوكمة عليهم. بالنسبة للسودان، في ظل
التوجه والانفتاح والإصلاح الاقتصادي، وفي ظل أنه الشركات الحكومية تلعب دور كبير جدا في مكون الاقتصاد، فيبدأ أنه يبدو أنه أحسن خيار وأحسن بداية أنك تبدأ بالأكبر أولى فأولى. يعني أول شيء تبدأ بالشركات الحكومية لأنه دورها كبير جدا وهي تكون المكون الأكبر. فعشان كده كان هذا المؤتمر على أساس إزالة اللبس عن المفاهيم للحوكمة وتنزيلها إلى أرض الواقع. نعم، طيب بعد قيام هذا المؤتمر ما هي أبرز النتائج والتوصيات التي خرج بها فيما يتعلق بحوكمة الشركات وإحكام الرقابة وأيضا الضبط المالي؟ حوكمة الشركات في أكثر من قبيلة مهنية معنية بحوكمة الشركات، في القانونيين وفي الماليين والمحاسبين والمراجعين وفي الاقتصاديين. فالمؤتمر هذا حوى كل هذه القبائل المهنية ووحد القبلة المؤسسية والاتجاه نحو تنزيل الحوكمة إلى أرض الواقع. وهذا يتم أول شيء من أول المبادرات وأول التوصيات إنه التركيز على مجالس الإدارة. يجب حوكمة مجالس الإدارة، ومجالس الإدارة يجب أن يكونوا هم السفراء الحقيقيين لتطبيق الحوكمة في الشركات. نعم، طيب دكتور، بوصفك أنت صاحب تجارب وخبرات متراكمة عن الحوكمة خارج السودان، ترى ما تقييمك لها في السودان وكيف نفعل هذا المفهوم في المؤسسات الحكومية؟ الحوكمة خارج السودان في العالم العربي أو في الشرق الأوسط في مبادرات بدت قبل من 2006 في الأمارات، وأنا عندي خبرة في الأمارات في حوكمة الشركات وساعدت في تطبيق حوكمة الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية. التوجه بالرغم أنهم هم سبقونا بعشر سنين، لكن حتى الآن التطبيق هو تطبيق شكلي وليس تطبيق فعلي. فبالنسبة للسودان يعني لم يفت الأوان بعد، وبالعكس يعني هذا هو الوقت المناسب، لأنه الناس تبدأ تحكي عن الناس تبدأ تناقش التحديات التي تواجه الشركات الحكومية. الشركات الحكومية طبعا إذا دعمتها وإذا هي نجحت هي حتنجح الاقتصاد الوطني ككل، وسوف تساعد الشركات دائما هي معنية بخلق الثروات، والحكومة فقط هي التي تجني الثروات. فإذا تمت حوكمة الشركات الحكومية بطريقة صحيحة فهذا سوف يزيد الثروات وسوف يساعد في حدة الفقر. يعني يجب أن تعالج الفقر عن طريق زيادة الثروات. فحوكمة الشركات الحكومية يجب أن يبدأ الآن، ويجب أن الناس كلها تجتمع، ولهذا دعي إلى هذا المؤتمر، وكان هو عبارة عن شراكة بين جهات عدة. المراجع العام كان موجود، ديوان الضرائب كان موجود، وزارة المالية ممثلة في الهيئات الحكومية، كل الذين أتوا لهذا، وأغلب الشركات الحكومية كانت موجودة، وتم النقاش واتفق الجميع على أنه يجب أن يبدأ الآن الحوكمة الشركات، والبداية يجب أن تكون بمجالس الإدارة. نعم، طيب دكتور، كبح الفساد ووقف هدر المال العام يتم عبر عدد من الآليات، واحدة منها الرقابة والمراجعة المالية. هذه الآلية أين موقعها في نظم الحوكمة؟ كما أشرت في بداية حديثي أن الحوكمة لها ذراعان، رقابة وتوجيه للأداء. الرقابة هي معنية بكبح الفساد ومراقبة الأداء بتاع المؤسسات، وهي أكثر عناية بالمراجع والمراجعة والتدقيق وإدارة المخاطر. ولكن هذا المحور ليس يكفي، لأنه هذا المحور قد يساعد إنه الشركات لا تنهار، لكنه لا يساعد في إنه الشركات تنمو. عشان كده لازم نأخذ المحور أو الذراع الثاني اللي هو شنو، توجيه الشركات. توجيه الشركات يعنى به الخطط والاستراتيجيات التي توضع للشركات لتنمو وتزدهر. في النهاية المحصلة والنتيجة التي يجب أن تقيس فيها قياس أي مؤسسة إنه هي مستقرة ومستمرة، هذا أضعف الإيمان، لكن أعلى شيء أنها تكون مستقرة ومستمرة ومزدهرة. يعني يجب إنه الشركة تكبر من نجاح إلى نجاح على أساس إنها تقدر تؤدي دورها الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. فيبقى إنه الجزء بتاعت الرغابة على الفساد هو جزء أحد المحاور أو أحد الأذرع بالنسبة للحوكمة، لكن الذراع الثاني، ولكن الذراعان يكملان بعض. يعني أنت لما تنشي شركة لازم تحدد الاتجاهات. الشركة قد تضل الطريق في الطريق هذا في تحقيق أهدافها من حيث الأداء والربحية. لهذا السبب يجب أن يكون هناك رقابة دائمة على الشركة في شكل تقارير دورية ومراجعة سنوية،
تطوير الأداء وتصحيح المسار. نعم. طيب دكتور، كيف يمكن تفعيل مجالس الإدارات والمؤسسات الإشرافية الأخرى أيضا في تعميق وتعزيز مفهوم الحوكمة؟ أول شيء طبعا يعني الموضوع بتاع نشر الوعي، نشر الوعي بالحوكمة، وهذا فيه دور طبعا متكامل للإعلام الاقتصادي ولكل المعنيين وللقيادة، إنه لازم تكون في توجيهات عليا لأنه الناس تتوجه في هذا الشيء. أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتم تعريفهم وتدريبهم عن مبادئ الحوكمة، ويجب أن تكون تضمن في كل اللوائح لكل مجالس الإدارة، ويجب أن تتم حوكمة مجالس الإدارة من حيث 3 محاور: المحور بتاع تشكيل مجلس الإدارة، المحور الثاني بتاع إنه الآلية والتنفيذ والخصائص بتاع مجلس الإدارة كيف يدير أعماله اليومية، والجزء الثالث بتاع الأسلوب بتاع الإدارة والأسلوب الأداء بالنسبة للشركات. فهذه 3 محاور يجب أن يتم حوكمتها بالنسبة للشركات، لأنه حتى لا نتحصل على حوكمة شكلية. والشيء الثاني، المعني الأول الحاكم الأول لحوكمة الشركات يجب أن يكون هو رئيس مجلس الإدارة، واحد أكبر مساعديه يجب أن يكون هو أمين سر مجلس الإدارة. فالوظيفتان بتاعت رئيس مجلس الإدارة وأمين سر مجلس الإدارة هي وظائف مهمة جدا في نشر الحوكمة وتعريف ورغابة الحوكمة في داخل الشركات، ويجب أن تبدأ في كل الشركات للبداية للسير في الطريق الصحيح نحو تصويب الأداء لكل الشركات. لأنه بيحصل إنه مجلس الإدارة هو غرفة العمليات، ومجلس الإدارة هو مفوض من المساهمين لمراقبة أداء الشركة، وعنده صلاحيات كثيرة فيجب أن يستغلها. في أغلب الأوقات إنه مجلس الإدارة بيكون دائما غائب أو مغيب، يعني هو بيكون ممكن غائب عن الأداء أو بيكون مغيب بأنه يكون في رئيس أو مدير تنفيذي للشركة يعني يستغل أو يتغول على صلاحيات مجلس الإدارة. فهذه هي المشكلة الأساسية، إنه مجلس الإدارة في أغلب الأوقات بيكون غير فعال في تنفيذ الصلاحيات الممنوحة له، وفي مراقبة الأداء، وفي القيام بالواجبات المعنية به. نعم. الخبير في حوكمة الشركات الدكتور محمد مصطفى عدوي، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل ننتقل إلى